تقدم الرئيس عبد الفتاح السيسي بخالص التعازي باسمه واسم الشعب المصري في ضحايا الكارثة الإنسانية الناجمة عن الزلزال في المغرب والإعصار في ليبيا. وخلال اجتماع بعدد من قادة القوات المسلحة، وجه الرئيس السيسي بتقديم كافة أشكال الدعم الإنساني من أطقم إغاثة ومعدات إنقاذ ومعسكرات إيواء للمتضررين، وذلك بالتعاون والتنسيق مع الأجهزة والمؤسسات الليبية والمغربية. كما أعلن الحداد لمدة 3 أيام تضامنا مع الأشقاء في المغرب وليبيا. التقى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بعدد من قادة القوات المسلحة لبحث سبل تقديم العون والمساعدة للأشقاء في المغرب وليبيا إثر الكارثة الإنسانية التي تعرضوا لها. ووجه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي القوات المسلحة بتقديم الدعم الإنساني العاجل من أطقم إغاثة طبية وإنسانية ومعدات إنقاذ ومعسكرات إيواء للمتضررين بالتعاون والتنسيق مع الأجهزة والمؤسسات المغربية والليبية. بسم الله الرحمن الرحيم. اسمحوا لي الأول إن احنا يعني في البداية كده نقدم التعازي باسم الشعب المصري باسمكم ضحايا الكارثة الإنسانية اللي حدث في زلزال المغرب أو في الفيضانات اللي حدثت لأشقائنا في ليبيا. ويمكن اللقاء اللي احنا موجودين فيه النهاردة، أنا عارف أنتم شغالين في الموضوع بقالكم يومين تقريبا، عملت تنسيق مع الأشقاء على أن احنا يعني إذا كان في ممكن بتواضع شديد أن احنا نقدم دعم ومساعدة مع بالتعاون مع الأجهزة والمؤسسات اللي موجودة هناك، أنتم شغالين في ده. وانا حبيت بس ان انا من خلال اللقاء ده معاكم ابقى مطمن على ان احنا مستعدين نتحرك سواء بالقوات الجويه جوا يعني او بالقوات البحريه بالبحر او برا بالنسبه لاشقائنا في ليبيا، لان حجم الضرر اللي موجود كبير قوي، وطبعا محتاج مننا ان احنا كلنا نتكاتف مع بعضنا البعض في الظروف الصعبه دي. انا اللي يهمني في بالنسبه يعني في اعمال التنسيق نبقى المطالب اللي هي اللي فعلا يعني هتبقى تقدم تيسير او تسهيل للكارثه اللي موجوده. وطبعا اذا كان اطقم اغاثه، اذا كان اطقم انقاذ، اذا كان معدات موجوده، اذا كان معسكرات هتنشا، يعني انا عارف طبعا ان احنا في 7 طيارات دلوقتي جاهزين للانطلاق حسب عمل التنسيق، مش كده؟ 4 انقاذ والثلاثه وبرضه بالنسبه لليبيا اتصور ان احنا محتاجين يعني وبسرعه، لان حجم الضرر الناجم عن الفيضانات هناك كان ضخم جدا. ويعني الاخبار والمعلومات الوارده بتحتاج ان احنا نتحرك بكل قدراتنا. وانا عارف ان قدرات الجيش قدرات يعني قويه وقادره بفضل الله سبحانه وتعالى، مع الجيش الليبي ان شاء الله ننسق معاهم ونتحرك، سواء كان في فرصه ان احنا نخش بالبر معاهم او بالقوات البحريه ايهما اسرع يعني، او بالقوات الجويه طبعا. بس القوات الجويه لو احنا عايزين نعمل عمل تعبيد طرق وغاسه للمناطق المنكوبه بمعدات مهندسين، واتصور ان احنا محتاجين نعمل كده يعني ان احنا مواعدات مهندسين بسرعه. يبقى انا كلمت قائد المنطقه الغربيه الصبح وقال لي في اجراء عاجل ممكن يتم، بس طبعا احنا بنتكلم على حجم عمل ضخم. انتوا بتتكلموا في 3 مدن على الاقل، مش كده؟ 3 مدن على الاقل حصل فيهم ضرر كبير قوي، وبالتالي محتاج دعم قوي، لان اشقائنا هيبقوا طبعا مشغولين دلوقتي في ظروفهم يا اسامه. ايوه بس فان شاء الله يعني دي مهمه مع الاشقاء، ولازم ان احنا يعني كلنا نقف، سواء كنا كقوات مسلحه وانا في ثقه كبيره جدا في القدرات وفي الامكانيات وفي رد الفعل، او حتى في الشعب المصري تجاه الازمتين اللي موجودين في اشقائنا في المغرب أو في عند أشقائنا في ليبيا. وأنا بقول ده جهد متواضع جدا
هو عبارة عن تعبير رمزي للمشاركة في الألام والأحزان اللي تمت. واسمحوا لي إن احنا برضو نعلن الحداد 3 أيام في إطار يعني شكل من أشكال المواساة والتعازي والمشاركة مع الأشقاء.